شريفا فخاريا اشترته من تونس ملأته ترابا ثم أودع نبتة بكل لطف وأدب لسقيا بانتظام لكن النبتة لم تظهر علي علامات الانتعاش. استغربت ماريا وقالت أيتها النبتة لقد قدمت لك كل أسباب الحياة، وجدتك عطشانة فسقيتك، ووجدتك تحترقين تحت أشعة الشمس فظللتك، فما الذي يزعجك؟ أطرقت النبتة ثم أجابت أيتها الفتاة الجميلة لقد غررت لي بحبك واخترت لي من الأماكن أحسنها، ومن الماء أصفاه ومن الغناء أنفعه، ولكنني لا أرضى بغير وجهك.